كانت الناس خرجت قادرين حتى يتلاقوا مع واحد، تلاقى مع واحد وراه رايح مانيش عارف. محمد الله يبارك خيرات كبيرة. خوتي إنسان دائما كي نلقاو الطريق مغلوقة وطريق مثلا شبه مغلوقة يعني الناس راهي تمشي بصح بحذر، أول حاجة تحاول أنك دائما تخلي مسافة الأمان. ثاني حاجة ثاني نشعلوا الفيوز تاعنا، نشعلوا الأضواء. ثالث حاجة الناس راهي طالعة الجهة اللي من هي أخرين يحرقوا منا. يعني خوتي هذي راهي شوية صبر برك، هم جاو الناس هاي هم حلوا الطريق من هي، علاه أنا نجي طالع منا قادر بعيد الشر نتلاقى مع واحد فاس فاس ندير كارثة؟ لا لا خوتي، لازم نتمتعوا بالخير اللي عطاهنا ربي العالمين، مش نعمة تولينا نغمة. خير كيما هذا الله يبارك ما شاء الله. تسيمي مشارجي منه او تلاقي مع الشارجورة اللي جاية. شوف الجدارمية اللي طلعهم منا عليها راهي واقفين يعني هم يديروا في الملح هم ثم هذا المور سوبر كريم سكر. شارجورة راهي ورانا سكر المرسو هذا برك اللي تقلق. جاية بجاية هيا مبارك فاني نسقسي على الطريق إلى عاد مغلوقة ما نزيدش نروح أنا ندير كارثة منا وندور نرجع نروح على أوريسيا ولعت محلولة على روحنا من هي. عجة شارجورة كون غير يمشي بشوي هاي فريني والله اللي جات فيه جات. راح اخويا راح انا اللي بعقلي ولا تاع نراني حابس هاو زاد جا الكيمي تاع الثلج خيرات ربي يا مليحة مريقلي راهي قايمة.
جاوا بالثلج بيعاونهم الرجال الزينين. يا ولي لي هي تحلت الطريق ان شاء الله وعلى ربي. خوتي دائما في الثلج وحده وحده، الانسان مشي بعقلنا كي تمشي بعقلك. وذوك الثلج عليه ذاب هم يديروا له في الملح ونحيوا له الكثره تاع الجليد هذا، تولي تحل طريق رحمه ربي الحمد لله. عندي بزاف وانا نحوس على الثلج هذا، بالك نروح للصطيف يصب في في في, في المدير، نروح للمدير يصب في صطيف، نروح للقسمطينه يصب لي في كل خطراوين. والحمد لله اليوم راني تلاقيت معاه، يا ريت ربي الله يبارك ما شاء الله. بدا يذوب هذه الكارثة. نوصي خاوتي دائما مثلا واحد مش محتوم وشاف الثلج ولا حاجة، العام اللي فات تخيلوا واحد بيته وولاده في الثلج هذا، ركبضهم الثلج سكرت عليهم الطريق المزية يعني الطوموبيل مليحة بيت الطوموبيل الضوء، تخيلوا راه الطوموبيل ما فيهاش الشوفاج ولا قديمة ولا حاجة، ها وكيفاه ها مش ماتوا بالبرد. ما الإنسان دائما خاوتي كي نعود ما رانيش محتوم اني نخرج انا والعائلة في ثلج كيما هذا، انسان ما يغامرش خاصة في ايامات الثلج والبرد ودرجة الحرارة ينقص واحد الله يبارك. ساكن في ال كي تسكر علينا الطريق حلت الطريق. السلام عليكم خوتي، بالنسبة للناس اللي راهم قابضين طريق بجاية صطيف
راهي ثلوج الله يبارك راه خير كبيره الطريق راهي كانت مغلوقه وراه نفتحوها. حبيت ندير لكم هذا الفيديو نبين لكم صعوبه الطريق. الانسان اللي راه شاد هذه الطريق هذه يساعد روحو يمشي بالعقل وربي ان شاء الله يحفظكم. شعلوا الفيوز تاعنا ونمشيو بالعقل وخليو مسافه الامان بيني وبين الصديق تاعي واتكلوا على ربي وربي يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.